الرحيم، مع السلام الوطني. هذا الملعب اللي لعب فيه وانا صغير زوج وايتي. طبعا هني المدرسة، مدرسة الروضة، طبعا ما كانت موجودة، كان ملعبنا موجود هني. كنا نلعب مع مجموعة من الأصدقاء نزاول هوايتنا يعني، وكنا نمارس لعبة كرة القدم في وقت الفراغ أحيانا. في طبعا السابق إذا كانت أيام دراسة العصر، لكن إذا ما كانت لكم مدرسة حتى يمكن نلعب كنا الظهر أو بالليل. نحبنا هذه اللعبة. وبعدين طبعا الغرب نادي الصيبخات من بيتنا، انتقلت مع مجموعة من الأصدقاء لنادي الصيبخات. عبيدي الشمري، صلاح مرزوق، ضربة جزاء للقادسية، جول زاوية صعبة. حمد الصالح من عنبر، تلعب له حمد رويدة، تلك لاعبين، جول جول، الله الله، جول جول، ملعوبة أرضية ويتركها محمد إبراهيم إلى عبيد الشمري، يسجل منها الهدف الأول في الدقيقة 11. حلوة حلوة حلوة، ملعوبة بشكل سليم، وهذه الإعادة. شوف شلون محمد إبراهيم في استطاعته أنه يلمس الكرة، لكن تركها إلى زميله لأنه ماخذ مكان أسلم، وعلى طول تركها الى عبيد اللي ركنها. سكن في عن نادي صيبخات، واول ما لعب طبعا تدرجت في المراحل السنيه، لعبت مع الناشئين. وبالنسبه لمشاركتي مع صيبخات، انا شاركت سنتين موسمين يعني. اول ما لعبت تحت 14 سنه كان مدربنا حسن كرم ابو عادل، وشاركت موسم واحد طبعا كدوري معاهم. والموسم الثاني لعبت تحت 16 سنه مع المدرب بشير السوداني وسيد حامد. طبعا لعبت موسمين لا اكثر يعني بالصيبخات. ومن الامور اللي ما انساها بالصيبخات انها صارت مباراة يعني حبية يعني، او دورة كانت يعني، كانت تحت رعاية الرئيس الفخري لنادي الصيبخات الشيخ جابر المبارك، واحنا حصلنا على المركز الاول. طبعا فريقنا حصل على المركز الاول، هي مجموعة فرق من النادي، واختاروني كذلك احسن لاعب في الدورة. وطبعا خذيت مكافأة يعني مادية، لان اول مرة يعني ان اتكافئ كلاعب. عبيد الشمال يلعبها، توصل الى محمد بليم، محمد دليل تنقطع منها، توصل لعبيد، وعبيد يحطها، جول عبيد الشمري، الهدف الثالث، عبيد الشمري الهدف الثالث، الدقيقة 9 على عبيد. وهذه إعادة في البطن، كرة عبيد يحصلها ويلمها ويعدي شايت على طول، عبيد الشمري من خارج منطقة 18، كرة يحطها على شمال الملعب المرحوم فارغ إبراهيم. أول ملعب يعني لعب فيه مباراة، طبعا كانت مباراة تجريبية بين فريق من الصيبخات ضد فريق نادي القادسية تحت 20 سنة. طبعا كان الشخص اللي دور كبير في انتقال نادي القادسية هو الشخص الأخ عبد الرحيم الكندري. وطبعا كانت هذه المباراة يعني مقصودة على أساس أن أنا يشوفون المسؤولين في نادي القادسية. وأذكر وقتها كان مدرب الفريق فاروق إبراهيم. طبعا أنا وقتها ما كان عندي علم في أي شيء، فلعبنا المباراة ولله الحمد يعني ظهرت مستوى جيد، وشاهدني طبعا فاروق إبراهيم وقال طبعا اللاعب هذا نحتاجه. تذكر محمد أي سنة؟ تقريبا سنة 80 81.
فلعبت انا وياهم هني في هذا الملعب. وبعد المباراه يعني كلمني المرحوم فاروق ابراهيم. طبعا انا كنت احاول ان اخذ استقلالي من الصيبخات. اذكر الصيبخات يعني كانت ادارته متكونه من علي شعبان واحمد فيطح الشمري وسعد نبهان الشمري. طبعا اشخاص ثلاثه ذولي صراحه لهم دور كبير بالنسبه لنادي الصيبخات. بالنسبه لنادي القادسيه طبعا لا انسى دور اول شيء جاسم يعقوب لاعب الدولي. اتصل يعني كان وقتها في معسكر في البحرين منتخب الكويت. واتصل في علي شعبان لان تربطه صداقه معاه. وقال له طبعا اللاعب هذا يهمني ويهم نادي القادسيه لان نادي القادسيه يعني لهم امال على هذا اللاعب. وطبعا علي شعبان قدر الشيء هذا. وكذلك بعد اشخاص لا انساهم تسير طبعا الغالي يوسف المشاري وخالد الحمد وعبد المحسن الفارس. طبعا ذول يتدخلوا في الموضوع. وبالنسبه لخبر يعني استغنائي انا عرفته طبعا عن طريق مبارك الشعلان وعبد الله شويلان. طبعا مبارك كان مشرف تحت 17 سنه بالقادسيه وعبد الله شويلان كان مشرف تحت 19. واذكر كنت موجود في البيت بعد صلاه المغرب فمروا علي قالوا لي ترى اليوم استغنائك يعني انتهى وانت باستطاعتك الحين تعتبر لاعب من لاعبين القادسيه بس انتظر توقيعك باكر يعني بلاد القادسيه. تكتب محمد تاريخ الانتقال كان؟ والله صراحه ما اذكره بالضبط بس يعني كان رئيس النادي منه في ذاك الوقت؟ رئيس النادي القادسيه كان خالد الحمد. واذكر يعني وقعت الكتاب بالاستماره على سياره المرحوم فاروق ابراهيم وكان مبارك شعلان مش فريق موجود. وطبعا من ذاك اليوم انا لعبت في نادي القادسيه وتدرجت. ابو محمد اكون صريح معك يعني طبعا ان اي لاعب من اي منطقه ثانيه ويعني ما يعرف اللاعبين راح يجد مضايقه من اللاعبين بصراحه اقول لك. لكن طبعا اللاعب اللي الجيد واللي عنده طموح انه يفرض وجوده على اللاعبين. طبعا المسؤولين ما قصروا معي حتى فاروق ابراهيم المدرب رحمه الله عليه يعني من اول ما شافني شجعني وقال شد حيلك يعني انت لك مستقبل وهذا. وكملت انا وياهم بعدين لما طبعا خليت على الفريق حسيت كاني واحد من الفريق. طبعا المرحوم فاروق ابراهيم طبعا تاريخ في الرياضه الكويتيه رحمه الله عليه ومن افضل النجوم اللي انجبتهم الملاعب الكويتيه كلاعب خط وسط. تذكر في كلام كان يقوله لك فاروق ابراهيم؟ والله طبعا هو الصراحه يعني كان متامل فيني شيء كثير يعني ولله الحمد ان انا ان شاء الله اتوقع اني قدمت جزء بسيط من توقعه وقدمت شيء ان شاء الله. لاني انا كنت هذا اللاعب طبعا كنت احبه وانا صراحه اقول لك ارتديت الفانيلا رقم 8 علشانه. وطبعا من المصادفة انه يكون هو مدرب بنفس الوقت واستفدت منه شيء كثير يعني. اللي بيحاول يحصلها بيد الشمري بيد الشمري ايه لا محمد جاسم بيد الشمري يعدي بيد واحد واثنين حاول ايضا. محمد طبعا لما انضميت الى نادي القادسية طبعا بالاكيد تدرجت في المراحل السنيه المختلفه ولا لعبت مباشره للفريق الاول؟ لا طبعا اول ما بديت تحت 17 سنه مع مدرب المرحوم فاروق ابراهيم. وبنفس الموسم يعني كان القانون يسمح ان اللاعب يلعب 6 مباريات تحت 19 سنه. لعبت مع المدرب عبد الله سالم كان يدرب 19. في الموسم اللي وراه على طول سجلت كلاعب تحت 19 سنه وكان القانون يسمح انك تلعب 19 بالفريق الاول. ولعبت كملت 19 معاهم وشاركت الفريق الاول كلاعب اساسي من بدايه الموسم الثاني. ابو محمد اي سنه هذا الكلام؟ المراحل السنيه طبعا لعبت سنه 80 81 الموسم اللي وراه اللي لعبت الفريق الاول 82 83. بالنسبه للفريق الاول طبعا اكيد مشاركتك مع الفريق الاول بالاختيار مجموعه من فريق مثل القادسيه كان لها قصه في مشاركتك في اول مباراه. طبعا يعني اي لاعب صغير يلعب يعني مع نجوم من القادسيه مثل جاسم يعقوب فيصل دخيل عبد العزيز حسن طبعا تكون رهبه خاصه ان جماهير القادسيه جماهير كبيره كانت تحضر الملعب. واذكر اول مباراه يعني كانت ضد نادي الكويت. كان نادي الكويت نادي كبير وتضم مجموعه كبيره من اللاعبين المتميزين مثل سعد الحوطي عبد العزيز العنبري احمد طربلسي محمد شعيب. واذكر كانت مباراه يعني قويه وانتهت المباراه 3-2 لصالح الكويت. ابو محمد شلون عرفت انك بتلعب ضمن التشكيل الاساسي؟ ابي اتكلم عن رهبه المباراه في ذاك الوقت خصوصا تلعبون فريق نادي الكويت اللي كان مليء في النجوم في ذاك الوقت. طبعا صراحه المباراه كانت صعبه يعني قويه بالنسبه لي لان اول مباراه اشارك. لكن طبعا انا قبل هذه المباراه احنا قمنا بكم مباراه تجريبيه ومن ضمن المباراه التجريبيه هم ضد الكويت لعبنا واكثر من فريق فكنت انا عارف ان انا كلاعب اساسي معهم. تذكر خالد الحربان ايش قال عنك في المباراه؟ طبعا ما انسى الشيء هذا لان اول مباراه طبعا خالد الحربان لان كنت انا لاعب صغير وكنت لعبت كم لعبه
فامتدحني كلاعب يعني ما انسى هذه المباراة يعني سنة 82-83. ايش قال بالضبط ابو محمد؟ والله اذكر انه يعني قال ما يصير خط الوسط ولاعب فنان. كان عمرك ذاك الوقت 16 او 17 سنة؟ لا 17 سنة. وعبيد عبيد الشمري راح يلعب الفاول. كرة خطرة كرة خطرة وعبيد يلعبها لعبت لحمد الصالح حلوة. الله 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 حلوة من بدر إلى عبيد الشمري. حلوة الحقيقة من حمد الصالح. شوفوا شوف الله بهيئها وعبيد الشمري الحقيقة بيحطها زاوية صعبة وكرة حلوة حلوة من عبيد الشمري. عبيد الشمري في الدقيقة 15 يدي حطوها في لعبة لكاسب البدر من عبيد الشمري. مؤيد الحداد وهجمة لمؤيد الحداد ماشي مؤيد الحداد على عبيد صنع الحداد عبيد الشمري والحداد الهدف الثالث. الثالث توني أقول هل يضيف القصير هدف ثالث أم يتعادل النصر غاز النصرية في الدقيقة من كرة مرة ثانية لعبيد الشمري. عبيد الشمري يحاول يعدي عدي بفدعة من عيد هادي يلعب له كرة مرفوعة حلوة تلعب عبيد الشمري فعلا يعمل مجهود عليها. عبيد الشمري يسجل في الدقيقة 13. عبيد الشمري يسجل له هدف بذكاء. شوف اللعبة شوف شوت شوف شوت اللعب ومحمد جاسم ايضا مشترك معه. عبيد طولها قدامنا محمد جاسم ويحطها على الجول. الهدف الثاني للغازيه محمد جاسم. حاول 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 الى ان وصل الى ان وصل هيئها على طول بيد وكملها سليمان في الزاويه اليمنى للحارس ناصر غندور ويفاجئ اللاعب وائل سليمان ويفتتح النتيجه لصالح المنتخب الكويتي بعد مرور 14 دقيقه في هذا الشوط الاول. فاول يلا يا وائل يلا يا وائل
للحكام ومرجع للاعبين وللجمهور. شكرا مخرجنا على الإعادة. عبيد الشمري نيل عربي، عبيد الشمري نيل عربي، واحد الغاتية، واحد الغاتية من ضربة جزاء، واثنين العربي، اثنين العربي، والدقيقة 31 داخلين على الدقيقة 32، باقي 13 دقيقة. هل يستطيع الغاتية يسجل هدف التعادل ولا العربي يضيف هدف ثالث؟ هذه الإعادة، إعادة وعبيد الشمري بالهدف جول، بالهدف جول، لأن ضربة جزاء. هذه جماهير غاتية، الجمهور الغاتية، ضربة ركنية، ضربة ركنية ملعوبة على طول بالمرمى، يا جول حطها محمد مبارك وحط ريلة فيها يحيى أحمد وتدخل في المرمى 2-2 التعادل من الغاتية. شوف عبيد الشمري، شوف محمد مبارك ارتقى فوق، حاول يلعب له كره بينيه، تقدم عبيد، تقدم عبيد، وفي فاول للغاتسيه، في فاول للغاتسيه، تعرقل فيها عبيد الشمري امام منطقه ال 18 في مكان خطر. تنتهي المباراه والهدف الذهبي من خلال هذه الكره ولا شوف حميد باشا؟ طبعا بعد ما طاح حميد باشا عرقل اللاعب عبيد، لكن برا برا، عبيد طايح داخل لكن الكره برا، كره برا، والفاول الحدث، أين الحدث؟ الحدث برا المنطقة، خلاص ارتسب مكان وقوع الحدث. شوف العرقلة، عرقل اللاعب عبيد الشمري، لأن عبيد معدي واحد والثاني كان راح يشوت لكن فاول. دقيقة الآن 14، حديث سأل يقول إذا انتهى الوقت وفي فاول ممكن يصفر حكم مباراة، إذا انتهى الوقت الأصلي والوقت بدل ضايع، إذا حكم مباراة ينهي المباراة عدا ضربة الجزاء يمدد الوقت فيها لانتهاء طبعا وتنفيذ ركلة الجزاء. عبيد الشمري بالمرمى لكن يبعدها حارس المرمى، حلوة، اختار لزاوية واحلى من حارس المرمى احمد جاسم، صاد الزاوية عبيد، صاد الكرة احمد جاسم، شوف عبيد صاد الزاوية، وهذا احمد جاسم ابعدها الى ركنية، ركنية الذهبي اختفى، الهدف الذهبي اختفى، هدف الشاش كامل حشاش، ساعد المدرب نادي فاضل مطر، فاول وتلعب المرمى جول، المرمى جول، عبيد الشمري، عبيد الشمري مسكها الحارس وطاحت منه احمد جاسم، 2 الغاتسية في الدقيقة 7، في الدقيقة 7 الغاتسية سجل هدف الثاني من عبيد الشمري، دقيقة 7، 2-1، تقدم الغاتسية الآن. تقدم الغاتسية الآن، مدرب الفريق نيلسون باتريسيو يوجه عبيد، شوف عبيد مسك الحارس وعدت، شوف عدت بين ايد الحارس، عدت بين ايد الحارس، وشوف الإعادة أيضا، شوف الإعادة مرة ثانية، حارس المرمى مسكها، ترجيح وليس جزاء، جزاء معناه عقاب، ترجيح معناه ترجح من ينتقل إلى المرحلة الثانية ويفوز. عبيد الشمري، عبيد الشمري الغاتسية، أحمد جاسم في المرمى، عبيد الشمري يفكر، أحمد جاسم، عبيد الشمري، والركلة الأولى، عبيد، عبيد بالمرمى جول، بالمرمى جول، بالمرمى جول، ويسجل، يسجل عبيد، وعبيد يمتاز طبعا بضربات الترجيح، ومتخصص، متخصص، متخصص، شوف حطها، حطها مع إبراهيم مرزوق ويحصلها محمد ابراهيم، يلعبها الى عبيد، خطره عبيد لو عدى فيها خطوره، سليب عبيد، عبيد مربوطه بقدم الكره، سليب توصل، شوف 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 اساسيه عبيد الكره، فاول 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 فاول، عبيد 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 ما تبتعد الكره عن قدمه اكثر من شبه، ما شاء الله اللعب، وعبيد شكل خطوره فعلا وكاد ان يسدد على المرمى، لكن كانت في تغطية من الدفاع وعمل فاول في اليوم المباراة النهائية والختامية لمسابقة كأس عبر صاعد السمو، حفظ الله الكرة مع محمد ابراهيم، يلعبها لعبيد، وعبيد على طول اكراهي، اكراهي يطيح في الكرة فوق العارضة، شوف صنع له ايضا عبيد كرة لبسويه، قال له حط حط، وسويه شوف تسرع فيها
وين شوف عبيد، شوف عبيد، شوف عبيد مكشرها، كشرها لبسواه اللي تسرع فيها وحطها بعيدة وتطلع ضربة مرمى تضيع توصل لعبيد إلى علي بوسواهي. علي بوسواهي يحاول خطة بوسواهي، سجل علي بوسواهي الهدف الثاني، وأصبحت مهمة التضامن صعبة. هذا جمهور المصرية وفرحة الهدف الثاني في الدقيقة 36. الهدف الثاني للقادسية من أمام مبارك مهنا اللي طاح خطف أسواهي وتقدم بها وسجل عبيد الشمري. ولقائهم بالوالد الغائب جابر الخير جابر الكويت، حضوركم وسام على صدورنا جميعا كرياضيين. الآن المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة وعبيد الشمري كابتن فريق نادي القادسية. عارفين يمكن هذا آخر موسم لعبيد الشمري، وبالتالي أنه يحمل كأس مو ولي العهد شيء جيد. شيخ طلال فهد الأحمد صباح رئيس نادي القادسية وصورة تذكارية مع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. مبروك شيخ طلال، مبروك يا عبيد الشمري، وكأس البطولة، كأس الغالية، كأس الغالية وحبه وبوسه. والله تعبتوا واستحقيتوا القادسية. شيخ جابر عبد الله جابر الصباح استشار بمكتب سمو أمير البلاد المقدم. المباراة هذه يلتقي معكم حمد وحمد والوفد الإعلامي المرافق لمنتخبنا الوطني في خليج 12، وأيضا يتمنى لكم إن شاء الله متابعة مفيدة وفيها إن شاء الله فوز لمنتخبنا الوطني. علي مروي يلعبها مع حد ناصر السوحي، السوحي الكعبة العبيد، الكعبة العبيد، السلام عبيد، السرعة أيضا طالت منه توصل عبيد مرة ثانية ويرفعها لعلي مروي، مروي لا قدم غلا الدوسري لعب له كرة لعبيد بالمرمى خطا الله جول 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 جول. اسجل لعبه صح بس تسجل حلوة يا عبيد. 2-1 2-1 وباقي 5 دقائق يعدي وفعلا يسجل في الدقيقة 40. عبيد عبيد الشمري في الدقيقة 40 يسجل يسجل تقدر تسجل. تقدر اقول لك باقي 7-8 دقائق حاول، ما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل. وشوف شوف شوف يحطها بالمرمى جول جول. 2-1 2-1 2-1 انا متاكد ان هاي الوقت اللي راح يمر على المنتخب البحريني صعب صعب عليه صعب عليه. شوف بدا عبيد الشمري عبيد هو الجول عبيد عبيد هو الجول ويحاول يلعب عبيد الشمري جول. عبيد الشمري ما استعجل فيها لانه كان مغطي عليه في الدقيقه 41 41 فعلا تأنى فيها على راحته عبيد، تأنى فيها على راحته لأنها كانت بشماله مغطي عليه اللاعب. شوف شوف محمد بنيان اللي صنعها لأنه كان عبيد ماخذ مكان سليم، وهاي التغطية ما كان فيها مغطي. شوف شوف هني اللاعب حط ريله فبالتالي حاول يسحبها عبيد وشاف له مكان جيد ولعبها على طول بالزاوية على يمين حارس المرمى مسجل الهدف الأول للهدف الثالث للغادسية. ثلاثة الغادسية، الهدف الأول لعبيد طبعا لأن محمد إبراهيم سجل هدفين وعبيد الشمري هدف في الدقيقة 40. قرارة سليمة أيضا، والخمسة واربعين على ساعتي خلاص، ووفق أيضا حكم المباراة قاسم حمزة بإدارة هذه المباراة ومساعدين حسين شعبان غضنفري وفرحان مياس والحكم الرابع أيضا محمد خسرو. والحمد لله دائما نتمنى إن شاء الله تكون مبارياتنا بمثل ما تبدأ تنتهي بسلام، لأن هي المباريات فوز وخسارة ويجب أن يتقبل فريق الخسران الهزيمة كما يفرح بالفوز. وتلعب جول جول عبيد الشمري يقول رجعوا بسرعة على أساس أنه ممكن يكون في 4-2 3-2 الغادسية 3-2. وعبيد يقول أدير بالك على ساعتك يا حكم، إذا الساعة أدير بالك وقف وقف. شوف 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 جول عبيد الشمري
عبيد دقيقة 45 من كرة حطها صعبة على عبد الله. الغاسية شو هذه العادة؟ الغاسية سجل 3 أهداف لكن أخطاء الغاسية سجلت هدفين في مرماها، سواء هدف عن طريق طارق الجراهمة ولعبها الغدميري في المرمى، لعبها من طارق إلى الغدميري وتسجل هدف الأول التعادل للعربي. هذه العادة، هذه العادة شوف عبيد لعبها بالسجل. هاني الصقر ناحية اليمين، هاني عرضية توصل ناحية أحمد خليفة لعبيد، وعبيد شوف خطرة جول جول جول. تعادل عبيد بالتأني، شاف فعلا قدر المسافة، عبيد قدر المسافة وشاف أيضا مناور هزاع متقدم شوية من مرمى وكرة ملعوبة. شوف هذه عدم أحمد خليفة لعبها لعبيد الشمري، شوف سبعة أحمد خليفة إلى عبيد، شوف 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 حطها فوق فوق مناور هزاع ويسجل عبيد الشمري في دقيقة 39 هدف التعادل الغطية 1-1. شوف أحمد خليفة براسه حولها لعبيد من أمام منطقة 18 عبيد ويحطها في مرمى مناور هزاع، هدف التعادل عبيد الشمري. أصل برقبة إذا عدى فيها خطورة أكثر، وعدى وفيها خطورة أكثر وعدى وشايت بالغاب واتصلها لعبيد جول. إذا عدى أخطر وقلت لك النتيجة لن تنتهي 1، وهذا الهدف الثاني لغاسية في الدقيقة 28 حطها فيصل برقوبة كرة حلوة عدى فيها. شوف 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 الإعادة من فيصل، شوف شوف اختار الزاوية صعبة عليه وعلى الحارس ولعبها في الغام وترجع لعبيد اللي بمنطقة 18 ما يتوانى فيها، على طول يدور له الزاوية الصعبة عليه ويحط الكرة في الدقيقة 28 عبيد الشمري. دقيقة 28 عبيد الهدف الثاني للغاسية. شوف هذه إعادة، هذه إعادة، حلو الهدف حلو الهدف. شوف شلون شوف ركنها عبيد، الزاوية زاوية صعبة على أحمد، عرضية ناحية أحمد الشمري وكرة يرفعها الشمري توصل محمد بابرط طلب الله. عبيد الثاني، عبيد الشمري سجل الهدف الثاني في دقيقة 16 من زمن الشوط الثاني. عبيد عبيد تخلص من رغابة وليد المنديل وسجل الهدف الثاني. شوف أحمد الشمري إلى محمد إبراهيم براسه للخلف إلى عبيد الشمري يكملها في المرمى أمام أحمد الأمير، يسجل عبيد الشمري أمام جمهور الغاسية الفرح يسجل الهدف الثاني. شوف عبيد الشمري والهدف الثاني، يعزز الشمري هدف محمد إبراهيم بهدف ثاني في دقيقة 16 من زمن الشوط الثاني. وهذه عادة بالبطيء لكرة عبيد وهي تسبح وسط شبك اللي ينتظر ينتظر، طبعا كل جمهور ينتظر الأهداف، والأهداف الحقيقة لها حلاوة، لها حلاوة عند اللاعب عند الجمهور عند المتابع خلف أيضا التلفزيون، وحلاوة كرة القدم طبعا الأهداف. فاول عبيد الشمري هو اللي راح يلعب الفاول في حيطة معمولة من المجاهرة، و33 دقيقة من زمن الشوط الأول، التعادل 0-0، وعبيد هو اللي راح ينفذ. عبيد كرة ملعوبة يهندس يهندس للكرة وهندسها فعلا بالزاوية بالزاوية في الزاوية البعيدة عن دبشة. شوف كرة عبيد صنع له هدف، عبيد صنع له هدف بنفسه. شوف حاول فيها دبشة لكن بعد وقت متأخر في الجول، وهذه فرحة الجمهور اللي أقول توه توني أقول الجمهور ينتظر بانتظار الهدف وصنع لعبيد هدف فعلا. شوف قطية سجل لعبيد السمري دقيقة 33 يفتتح عبيد السمري أول أهداف الغطية للجهرة مقابل هدف للغطية، وكرة ملعوبة حصلها نايف جابر في اللعب وتلم محمد برك عرضية عدي عبيد جول. ما يطوف عبيد مثل هالكرات هذه، حط الهدف الثاني عبيد عبيد يسجل الهدف الثاني. شوف بكل ثقة في المرمى وفي الدقيقة
تقريبا 40 اخر خمس دقائق يسجل عبيد الشمري الهدف الثاني. عبيد الشمري في دقيقة 40 يسجل الهدف الثاني. شوف هذه هدف البطيء لهدف عبيد الشمري الثاني. عبيد مع واحد واثنين واحد واثنين عبيد ها في على رغم اثنين يلعبها عبيد بروحه عبيد بروحه ويلعبها بكمالة بالجول. الله حلوة عبيد حلوة عبيد. ليش ما يا حمد الصالح؟ انا اقول لكم لان رغم اثنين اعترض حمد الصالح ووقفها اندفع عليه فبالتالي تقدم فيها عبيد وحط ريلا فيها في الدقيقة 26 عبيد الشمري. شوف 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 لان بروح عبيد ما بين ثلاث اربع لاعبين حط ريلا فيها ايضا اللاعب حط ريلا وحطها بالمرمى عبيد. حلوة حلوة يا عبيد يا الشمري. شوف هذا عبيد هذا عبيد هذا عبيد هذا عبيد مرة ثانية. شوف ينطر حمد الصالح شوف تلفت تلفت لان رغم اثنين رغم اثنين حاشت ايضا اللاعب تدخل في المرمى تمها ويلعبها في النص عبيد لعبها لعلي عبد الكريم. علي عبد الكريم تقدم من جهة يمين علي عبد الكريم يمر هو والجول يلعبها عبيد حطها عبيد شمري الله جول للقادسية جول للقادسية في الدقيقة 6 من الشوط الثاني بلعبتين علي عبد الكريم. شوف وين لعبها بتحقل علي عبد الكريم وعبيد الشمري اخذ مكان سليم وعدى من الفرحان وحطها على يمين احمد الامير الهدف الثاني للقادسية. اثنين القادسية واحد للكويت اثنين القادسية واحد للكويت. والهجمة بناها عبيد الشمري الهجمة بناها عبيد الشمري اساسا الحقيقة من نص الملعب لعبها لعلي عبد الكريم وعلي عبد الكريم ايضا رد الدين للاعب عبيد الشمري قال يلا سجل وفعلا هدف ثاني للقادسية في الدقيقة 6 من شوط المباراة طارق الجلاحمة مكلها في اليسار هاني الصقر هاني بيد الشمري بيد قدم هات وخذ عبا عبيد الشمري شوت الله ويصيده حطه جول جول علي عبد الكريم لكن يقطعها دفاع السالمية توصل للقدسية مرة ثانية الدقائق الثلاثة وملعوبة من فيصل برقوبة إلى عبيد الشمري خطرة أمام دفاع سلام الله من أجمل الأهداف من أجمل الأهداف من أجمل الأهداف لعبيد الشمري لعبيد الشمري وهو لاف فيها على طول يحط الهدف الثاني عبيد الشمري المتمكن وهدف حقيقة جميل من الأهداف الجميلة في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول. شوف شوف عبيد أخذ له لفة وأمام دفاع السلمية هيأها لنفسه وشوف الزاوية البعيدة عن عبد الوهاب أحمد شوف 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 الإعادة شوف 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 من الأهداف الجميلة في مسابقة الدوري لعبيد الشمري في الدقيقة 43 يضيف عبيد الهدف الثاني في مرمى السالمية. محمد جاسم يلعب له كرة لعبيد الشمري كرة سريعة لعبيد عبيد يلعب لنفسه وهو الجول عبيد ويحطها عبيد عبيد خطف له كرة من محمد جاسم وسجل في الدقيقة 24 عبيد الشمري ما انتبهوا لعبيد اللي منطلق من الخلف نططها من فاضل المطر وركنها بالزاوية وسجل في الدقيقة 24 عبيد الشمري واحد القادسية في الدقيقة 24 لا شيء. شوف محمد جاسم هيئة الأولى وهيئة الثانية شوف عبيد نططها نشوف الإعادة من المخرج راح يعيد لكم المخرج راح يعطي كل جمهور حقه وكل لاعب حقه في إعادة الكرة حسب طبعا نشوف الإعادة هذه الإعادة حسب الكمبيوتر وصيد الكمبيوتر والكاميرا شوف شوف نططها عبيد هني من يوسف نططها من حميد باشا واختار الزاوية اللي خدع فيها صحيح نفس الزاوية اللي فيها الحارس. ماذا قالوا عن عبيد في الصحافة؟ لم يكن واحدا أو اثنين أو مائة الذين يتكلموا عنه بل الألاف من جماهير ولاعبين وصحفيين كلهم أشادوا به صفقوا له تمنوا اللعب معه كتبوا عنه وبذلك استحق أن يكون عبيد الشمري حديث المجالس والشارع
والملاعب. حمد الصالح للسياسة، فريقنا يعتمد على عبيد. رفيق دربه حمد الصالح الذي لم ينسى فضل عبيد عليه في التمريرات الكثيرة، قال في حديث للسياسة في لقاء أجري معه في الشهر الثاني عام 1995: نعم، فريقنا يعتمد على عبيد الشمري في عنوان اللقاء الذي أجراه الزميل ناصر العنزي، وأضاف: نعتمد عليه إجباريا لأنه يملك مميزات اللاعب القادر على تحريك الكرة في الأماكن الخطرة، وعبيد من اللاعبين المؤهلين فنيا للوقوف في مكان صانع الألعاب. وقال الصالح أن بدايته كهداف كانت مع عبيد عندما اشتهر كثنائي داخل الملعب، وتذكر أهدافا كثيرة سجلها أو ساهم فيها من خلال صنع عبيد الشمري. أما القبس فقالت: الشمري قاد القادسية للتلاعب بالخطوط العربي. فقالت في معرض تحليلها لمباراة قديمة جمعت القادسية والعربي بقلم الزميل صلاح حيدر وانتهت بفوز القادسية 1-0: الشمري قاد القادسية للتلاعب بخطوط العربي الثلاثة. وأضاف: قدم القادسية مباراة كبيرة ونجح بقيادة نجم وسطه المتألق عبيد الشمري بالتلاعب في خطوط العربي الثلاثة، وهيأ عبيد عدة فرص سهلة بفن وذكاء لمهاجم الفريق، ونجح محمد إبراهيم بترجمة إحداها إلى هدف. وقالت السياسة أيضا: القادسية صال وجال وحقق الثأرة من العربي المتأهل بأمان، وتألق واضح لعبيد هندسة. وكتب الزميل حافظ ضاحي في جريدة السياسة في تحليل مباراة القادسية والعربي يوم 5/11/95: القادسية صال وجال وحقق الثأر من العربي المتأهل بأمان، تألق واضح لعبيد هندسة. وأضاف: تألق عبيد في قيادة خط الوسط ومرر لزملائه كرات ثمينة ساهمت في فوزه. أما الزميل صلاح رشدي في الرأي العام في 31/3/1990 فقال: القادسية كسب النصر 3-1، وعبيد الشمري لعب دون رقابة فقاد فريقه للفوز وسجل هدفا جميلا. وأضاف: ترك النصر عبيد حرا فخسر. أما الرأي العام فقالت بعنوان: دولة عبيد الشمري يكرم اليوم. وخرجت جريدة الرأي العام في عنوان عريض: دولة عبيد الشمري يكرم اليوم، وذلك في يوم تكريمه دوليا في مباراة جمعت منتخبا الكويت وإيران. وقالت: إن كانت قد قامت دولة فريق الكرة القدم في الستينات وبداية السبعينات ثم الثمانينات، فلا شك أنها قامت في الثمانينات وبداية التسعينات على دولة عبيد الشمري، هذا اللاعب المميز الخلوق الذي عرف بالتزامه وانضباطه داخل الملعب وخارجه. وقال النجم الكرة السعودية صالح المطلق في 31/3/94: يعجبني أداء عبيد الشمري وهو من أبرز لاعبي الكرة، بالإضافة إلى ما قاله مرزوق العجمي من جريدة الأنباء أن عبيد الشمري من أفضل نجوم الكرة الكويتية. وزميل أيضا بوزيد ومعهم ايضا صلبوخ وفطوره خطره وبسوي يحصلها توصل وتلعب مره ثانيه جول الشمري يسجل التعادل. سعدون الشمري يسجل، عبيد الشمري يسجل التعادل للغطية. عبيد الشمري هدف التعادل يسجله. شوف هذه عاده بالبطيء، وعبيد وبخبرته يسجل فعلا التعادل للغطية 2-2. شوف هذه عادة بالبطيء، شوف استقل ايضا الحقيقة تكتل لامام مرمى التضامن اكثر من لاعب. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن نحتفل بهذه المناسبة السعيدة والاخ عبيد الشمري او عبيد هندسة كما تطلق عليها الجماهير الرياضية، وعبيد أخلاق كما نسميه نحن في الاتحاد الكويتي لكرة القدم. وحزينة لأننا سنفقد أحد نجوم الكرة الكويتية داخل المستطيل الأخضر، لكن إن شاء الله سيكون دائما معنا. لا يسعنا ونحن نودع هذا النجم إلا أن نشكره باسم أعضاء رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم الكويتي وجميع العاملين في الاتحاد الكويتي لكرة القدم وباسم الكرة الكويتية على ما بذله من مجهود خلال مشواره الرياضي داخل المستطيل الأحمر. أمانة كرئيس للاتحاد كلمة حق يجب أن تقال بحق هذا النجم المبدع الخلوق المتدين الذي استطاع ولله الحمد خلال مشواره الرياضي أن يفرض فنه وأخلاقه واسمه على الساحة
وفي قلوب جماهير كرة القدم. إن شاء الله يعني دائما تستطيع الكويت أن تنجب من خلال شبابها مثل هذا النجم، وإن شاء الله سيكون دائما الشكر لمثل عبيد الشمري وأخوانه النجوم ما هو إلا وفاء من الحركة الرياضية الكويتية لأبنائها وقدوة للأجيال القادمة، ليعلم الجميع بأن من يقدم ويعطي لهذا الوطن سيكون هناك كثيرا ممن يتذكرونه بالخير ومن يشكرونه على ما قام به. عبيد الشمري استطاع خلال مشواره الرياضي وخاصة في كرة القدم أن يفرض تواجده في المستطيل الأخضر وأن يكون أحد القدوات التي يحتذي بها النجوم الآخرون، ولذلك فيجب علينا جميعا أن نشكر وأن نتذكر هذا اللاعب الخلوق النجم دائما بالخير، داعين الله عز وجل أن يوفقه في مشواره، آملين أن يكون معنا في الساحة الرياضية بعد أن ترك الملاعب بالجهاز الإداري أو التحكيمي أو التدريبي، وأن يكون قريب مع زملائه وأسرى الرياضية الكويتية للبذل والعطاء الجديد من أجل وطنه وخدمة وطنه. نشكر كل من ساهم في اعتزاله، نشكر كل من شارك في تكريمه، نشكر الجميع ونتمنى التوفيق له وللحركة الرياضية الكويتية، وداعين الله عز وجل أن يوفقه أيضا في حياته الخاصة مع عائلته التي ضحت مما لا شك فيه بالكثير بسبب التزاماتها مع المنتخب ومع النادي ومعسكرات المختلفة، ولذلك نقول لأسرته أن يعني صبركم وتضحيتكم لم تذهب هباء، إنما أنتجت ابن بار لهذا الوطن ونجم من نجوم هذا الوطن وعلم من أعلام كرة القدم الكويتية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا أحب أن أرحب بالسادة المشاهدين، وأحب أن أتكلم عن اللاعب عبيد الشمري كابتن على القادسية الرياضي. الحقيقة الحديث عن عبيد حديث طويل، لكن سأحاول أن أختصر هذا الكلام ببعض الدقائق البسيطة، نتمنى أنكم تقدرون تستحملون إن شاء الله. عبيد كلاعب زاملته في الملاعب وزاملته في المنتخب الوطني سنة 84 في منتخب الشباب المشارك في البطولة في نهائيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم لمنتخبات الآسيوية للشباب. طبعا معرفتي فيه سنة 84، ابتدت من سنة 84، كان هو الروميت معاي في نفس الغرفة أثناء المعسكرات والبطولات الرسمية، ومن ثم زاملت بعد ذلك كصديق بعد أن أنا وقفت عن اللعب، وهو الحمد لله استمر ومع نادي القادسية وأكمل مشواره بنجاح كبير الحمد لله. وشاءت الصدف طبعا والظروف أن بعد 13 سنة أو 14 سنة بالأحرى أجي أنا زميل عبيد ورميته أن أكون رئيس النادي اللي عبيد شمري يلعب فيه، والحمد لله على كل حال. طبعا لما نتكلم عن عبيد كإنسان الحمد لله هو يعني أخلاقه عالية، مرح دائما مرح، اجتماعي من كان يوم لاعب لحد الآن، وأنا إداري وهو لاعب عندنا في النادي لا زال يملك هذه المواصفات. لما نتكلم عن عبيد كلاعب فأتوقع يعني هو يعتبر آخر الجيل اللي مثل المنتخب من الفنانين المبدعين أو الموهوبين بالدرجة الأولى. محمد صالح يعني كمهاجم في نادي القادسية أو في المنتخب، طبعا اعتزال عبيد حاليا يعتبر خسارة يمكن مو لنادي القادسية، الكرة الكويتية طبعا، لأن في يمكن اعتزل كذا لاعب في المنتخب من أصحاب المهارات مثل ناصر غانم وعبد العزيز حسن في الفترة الأخيرة، فيصعب علينا ان اعتزال عبيد الشمري لانه راح يترك فراغ في خط النص يعني في نادي القادسية، وترك فراغ صراحة في المنتخب يصعب تعويضه يعني. ركنية للقادسية وعبيد الشمري يلعبها حلوة ملعوبة عادل الشمري، حمد الصالح يحط الجول الثالث، اشترك في الهدف ثلاث لاعبين، عبيد الشمري يلعبها
عادل الشمري حط راسه فيها، حمد الصالح بشماله جول في الدقيقة 21. شوف شوف عبيد، شوف عادل الشمري، شوف حمد الصالح بشماله جول. أول أنا حارس مرمى التضامن ناصر بدر، لي الشرف إني أتكلم في شريط عبيد الشمري. أولاً ليش أنا ألبس ليش رقم 8؟ أنا من أشد المعجبين بلعبه وفنه صراحة، وأتمنى إنه ما يهتزل، إنه تو الناس عليه، يقدر يعطي 3 سنين 4 سنين قدام. صراحة وخسارة الكرة الكويتية اعتزال هذا اللاعب. أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع شيخ سالم الصباح المقر على رعايته لحضوره مهرجان تكريمي في مباراة منتخب الكويت وإيران في 11/4/97. على الرغم من مشاقله ومسؤولياته، هذا يدل على دعمه للرياضة والرياضيين. كذلك أشكر رئيس الاتحاد الشيخ أحمد الفهد والشيخ طلال الفهد رئيس لجنة التكريم وأعضاء لجنة التكريم جميعا وكل من وقف معي، وكذلك لا أنسى الحضور الجماهير الكبير المباراة وأشكرهم جميعا. وكرة خطرة فعلا لو استغلت بشكل جيد، وعبيد حطها توني أقول نفس المكان تقريبا، نفس المسافة تقريبا يسجل عبيد الشمري. العبيد عبيد يرفع له الكرة ناعت حمد الصالح على صدره والجول دخل المراكز يفاول لصالح منتخب الكويت. كرة ملعوبة توصل العبيد، عبيد الكرة معه، يلعبها عبيد، يلعبها كرة بينية حلوة لحمد الصالح، حمد الصالح مع ابو سوهي، حمد راح يشوت، حمد وين حسب الجول، يرفع له كرة عبيد ملعوبة عرضية وكورة حطها اللاعب البرازيلي الى عبيد الشمري. عبيد وكرة تلعب، من اجمل الاهداف مصطفى الخلفي. والجول يلعبها عبيد، حطها عبيد الشمري، الله لعبها عبيد الشمري، شوت الله ويصيدها حطها جول. عوبة من فيصل برقوبة الى عبيد الشمري، خطرة امام دفاع سلام الله. راح تشوفون الصورة خطر المكان وتلعب جول مضاف يا حارس، ايضا كرة حلوة ملعوبة عرضية وخطرة وتلعب عبيد الشمري بالجول. يعني يلعبها بمكان جيد لعبيد الشمري، عبيده هو الجول، عبيده هو الجول، ويحاول يلعبها عبيد الشمري جول. يجب ان يتقبل الفريق الخسران الهزيمة كما يفرح بالفوز وتلعب جول. هاني عرضية توصل ناحية احمد خليفة لعبيد، وعبيد شوت جول، وفيها خطورة اكثر وعنده شايت بالغام واتصلها لعبيد جول. عرضية ناحية احمد الشمري وكرة يرفعها الشمري، توصل حمد رابرس طلب الله، وعبيد هو اللي راح ينفذ عبيد كرة ملعوبة وتلم محمد بركة عرضية عدي عبيد جول. اثنين يلعبها عبيد بروحه، عبيد بروحه ويلعبها بشماله بالجول. نيل عربي عبيد الشمري، نيل عربي واحد الغسية ملعوبة على طول بالمرمى يا جول. 30 دقيقة من زمن الشوط الأول وعبيد جول. عبيد بالمرمى جول. نادي فاضل مطر فاول وتلعب بالمرمى جول، بالمرمى جول. يلا الدوسري يلعب له كرة لعبيد بالمرمى، خطأ كرة ملعوبة للغاسية توصل، خطأ توصل وتلعب مرة ثانية جول. وائل سمان وائل بينقلها بيلعبها وائل حطها جول للغاسية، وعبيد الشمري يلعبها حلوة ملعوبة عادل الشمري، كرة سريعة لعبيد، عبيد يلعبها لنفسه وهو الجول عبيد ويحطها عبيد. اللعب راح يصفر بالضبط 4 دقائق، وبالفعل يصفر معلن عن نهاية المباراة بتقدم القادسية وفوز القادسية بهدفين 1 للعربي. مبروك للقادسية في انتقالها للدور الأربعة. الدقائق المتبقية 7 دقائق بالتعادل. صالح كرة عرضية توصل خطرة سلام عبيد.
قاسيم. عبد الكريم لمها ولعبها في النص. بيت لعبها لعلي عبد الكريم. علي عبد الكريم تقدم من جهة اليمين. علي عبد الكريم يمر هو والجول. لعبها عبيد حطها بيت شمري. الله وتلم محمد بركة عرضية عدي عبيد جول. ما يطوف عبيد مثل هالكرات هذه. إبراهيم يلعبها إلى عبيد خطرة. عبيد لو عدى فيها خطورة. سليب عبيد بيد مربوطة بقدم الكرة. سليب توصل. شوف أساسية عبيد حفظ الله الكرة مع محمد إبراهيم يلعبها لعبيد وعبيد على طول إكراهي. إكراهي يطيح في الكرة فوق العارضة وما في متابعة من هجوم التضامن. تضيع توصل لعبيد الى علي بوسواهي. علي بوسواهي يحاول خطره. عبيد راح يشوت وكره خطره وفاول للغطسية. عبيد شايف ويبعدها يطلعها من اول الجزاء. كره ملعوبه وصالح توصل الى عبدالله اسماعيل. عبدالله لاعبها لحمد الصالح. صالح يلعبها لعبيد توصل جول. الصف الخلفي بيد الشمري. محمد جاسم بيد الشمري تقدم عبيد. تقدم عبيد حاول يلعب له كره بينيه. تقدم عبيد. تقدم عبيد وفي فاول للغاسيه. انتهى طبعا وتنفيذ ركله الجزاء. عبيد الشمري بالمرمى لكن يبعد حارس المرمى. يلعب عبيد. عبيد يرفع له الكره ناحيه حمد الصالح على صدره والجول. جول حميد باشا. احمد موسى خلفي. عبيد يلعب الى بوسواهي. بوسواهي راح ينفرد. بوسواهي ينفرد. بوسواهي يحطه بالجول. بوسواهي بالجول. شوف حتى الشعبي يلعب عبيد. الشعبي يلعب عبيد. استلام عبيد استلام ايضا طلت منه توصل. عبيد مرة ثانية راح يرفعها لعلي بروي. بروي جول. لا الله وائل براسه الى خالد الشليمي. الشليمي هيئها لعبيد. الشليمي راح يشوت شات جول. مبارك توصل الى حمد صالح. عبيد معها يلعب عبيد ثلاثة ضد ثلاثة. هني فيها خطورة الكرة طبعا. هني فيها خطورة. هني فيها خطورة. توصل عبيد الى حمد الصالح. حمد الصالح جنح ناحية اليمين شايت بالجول. واحد واحد. عبيد راح يلعب الفاول تلغت سيئة. وكرة ملعوبة خطرة أمام المرة يبعدها يطلعها نواف. مرمى أيضا ضربات مرمية. كرة ملعوبة للغسية توصل خطرة. أوه. عشر دقائق على نهاية المباراة. بيد يلعبها جود شفتك الله. سلم مرة ثانية ويلعبها الى فيصل برقب ويتركها. يتركها فيصل للعبيد. عبيد يصلحها الى بوسواهي بالجول. علي بوسواهي لنواف الى عبيد الشمري. وعبيد ينقلها لحمد الصالح خطرة. صالح شايد وجول. جول. وعبيد الشمري راح يلعبها. لاعبها عبيد الشمري عالية ويحطها بالجول. الله جول. طارق الجلاهن وعبد العزيز عاشور. وتتهيأ لعبيد وخلص نفسه عبيد وكرة معاه فعلا وتلعب لي هاني خطرة شايد جول. اطلق صفارته والكل يقول بسم الله. مباراة حلوة ان شاء الله. اول لعبة طويلة من عبيد. سامي اللنقاوي عبد الله وسامي سمير محمد. عادل الشمري. عادل شايد لكرة وتلعب عبد الفيصل برقبة جول. كرة مع عبيد الشمري. حصل عبيد كرة معاه. بدي بيلعبها الهويدي حصها جول. عامر وعامر عبيد الشمري وعبيد كرة مع عبيد في الأرض. لعبها في الأرض. لعبها عبيد بتمر في الأرض وتوصل. هيا خلص. الله
خلص خلص يا علي منو حلوة مرة ثانية عبيد ابن علي خلصها شو إلا يا ابو علي ولا يا ابو علي والله هذه اللعبة هدف رابع طبعا ما يندرى والأهداف قد تأتي في أي وقت لعب عبيد حطها لكن العرضة علي مروي علي يلعب عرضية توصل عبيد يصلحها وعبد العزيز الهندي ياخذ اول انذار في الدوري العام في اللعب ملعوب عبيد الشمري علي بسوي جول جول حلو يرفعها عبيد يحطها علي بسوي بالجول كره حلوه الغاتسية يقدر يسجل هدف ثاني في لاعبين في هجمات في مميزات في مهارات فرديه في اقوال في اقوال شوف عبيد شوف عبيد وين حطها هاي كاميرا هذا شو سوي هذا وجه صادتها شوف الكاميرا وصادها بسوي صادها علي بسوي بالجول هذا علي بسوي في الدقيقة 40 شوف 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 عبيد شوف عبيد شوف بسوي شوف الكرة جول 2-1 الغاتسية عبيد أو حسين جاسم عبيد المرشح الأول عبيد عبيد وكراته الخطرة عبيد الشمري وفاول للغاتسية وفي حيطة مهمولة من اللاعب العربي وعبيد الشمري راح يشوت شوت خطرة وحطها لب اسقاط لكن تطلع على شمال حارس المرمى احمد جاسم ضربة مرمى شوف هذه عادة في البطيء كرة عبيد الشمري اللي حطها في المقص البعيد لكن طلعت ضربة مرمى حسين جاسم محمد مبارك بدل بطيبان وبريرة وكرة ملعوبة وعمرو أنور من العربي بدل ماجد سلطان وعبيد خلصها ويلعبها طويلة قدام خطرة إلى مسواهي عرضية تلعب توصل أيضا محمد كرة توصل الله وتطلع أول كرة حصلها محمد مبارك في أول نزولة كانت خطرة فعلا على العربي وفرصة للغاتسية شوف شوف خلصها عبيد الى علي بسواهي لما حاول يعدي من فاضل مطر في اللعب توصل وضاعت فرصة من الغاتسية عبيد الشمري وكرة ملعوبة من عبيد توصل خطرة يحصلها احمد جاسم كرة رافعها عبيد فعلا والصالح براسه شوف البطيء هذا عبيد ويقابلها ايضا من الجهه الاخرى الصالح وتقدم هاني وكره معاوي تقدم هاني داخل منطقه ال 18 يلعبها بالمرمى وتوصل الى سعدون الشمري وعيشوت يرفعها جول سعدون الشمري جول سعدون يختار الزاويه الذهبيه في الجول الذهبي ويسجل في الدقيقه 13 جول الثاني عبيد الشمري يحملونه طبعا فريق القادسيه على كاس سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد عبد الله السالم الصباح نقل لكم هذه المباراة النهائية التي جمعت فريقي القادسية والسالمية فاز القادسية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وبالتالي استطاع الآن المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة وعبيد الشمري